بشكل جيد. سمعت السؤال أستاذ كريم؟ أي واضح سؤالي، سمعت التقرير وأنا أعلن يعني استنكاري وشجبي للتقرير تبعك. التقرير هذا مال يعني قيادة عمليات العراق الآن العسكرية اللي جاي تقودوها أنتم، ما جاي تسوون يعني؟ أنت الآن جاي تطرح موضوع في منتهى الخطورة، من أنتم؟ أنت منو؟ احنا العراق ما عندنا غير مرجعيه، وعندنا ناس حشد شعبي مقدس موجود يحمي العراق ويحميه، وهذا الصوت الـ 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 يعني الطائفي الارهابي اللي جاي يثير الفتنه داخل العراق نستنكره جدا، ولدينا قادتنا وشهدائنا ونعتز بكل الشهداء اللي موجودين واهمهم قاده النصر. من انتم؟ ما شاء الله تمنوا؟ نعم هذول شهدائنا، هذا واحد من شهدائنا طبعا. رايك ونعطيك المجال بالتاكيد لتعبر عنه. كل هذا اللي انتم جاي ترسموه بالمنطقه من ارهاب، وترسمون من هذا الخطاب الطائفي المقيت، وترسمون من هذه السموم اللي جاي تبثوها داخل المجتمعات، انتم ذراع اسرائيل داخل المنطقه، ماذا تريدون؟ هذول هم قاده النصر وهؤلاء قاده الجلد. انت تتكلم بهذه الطريقه، من انت؟ ما هو مشروعكم بداخل العراق؟ انت وكل معاك. هلا يا استاذ كريم لا تجي تعطينا دروس، لا تجي تعطينا دروس وتتهجم علينا. قلت لك من بدايه الحلقه انت ضيف، انت ضيف مرحب فيه، نعلم توجهك ونعطيك المساحه لتعبر عن رايك، ولكن انتبه 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 ضمن حدود اللباقه والاحترام لو سمحت.